احنا اعتمدنا الان النسخة، مثلا اعتمدت انا نسخة المجمع احفظ عليها، اريد ان اكتب المصحف على كتابة مجمع الملك فهد. اتفقنا ان ناخذ ورق A4، هذا للتدريب فقط. صحيح نعم. وبعد هذا ناخذ الورق اللي هو نعم الكوشيه. كوشيه لما ورق لما نعم نكتب عليه. صحيح تمام نعم. ومن بالنسبه للطالب المبتدئ في نعم. الكتابه سواء كتابه المصحف او كتابه الخط العربي، يستطيع ان يستخدم قلم جاهز، الاقلام الجاهزه متوفره واسعارها رمزيه، وايضا اوراق A4 العاديه هذا اللي نعم. عليها طباعه الورق نعم التي تستخدم نعم. للطباعه تمام. يستطيع ان يستخدم الاوراق العاديه هذه للتمرين او لكتابه الالات، ثم بعد ذلك في مراحل متقدمه يستطيع ان يغير اوراقه الى اوراق فاخره، وحتى القلم يغير الى قلم اجود من هذا لتحسين الخط ولاخراج الخط بشكل جميل. تمام، احنا صورنا لهم الاوراق صحيح نعم. في مقطع ثاني نعم. تمام. الان سوف نبدا بالطريقه الطريقه التقليديه سواء كان في تمرين الخط او كتابه المصحف. الطريقه التي يستخدمها اغلب الناس النظر الى الشيء المراد تقليده سواء كان خط او مصحف او مثلا صوره نعم. مثلا ايوه الان مثل الصفحه هذه استغفر لهم، لو بدانا الطريقه العاديه الان انا انظر الى الكلمه ثم ابدا بتقليد الكلمه نعم. أنا ظننت أنك عندما تكتب ستكتب لنا الآن ستكتب يعني خط صغير. لا لا، لكن كما يعني تكلمنا من قبل أن المصحف هذا مصحف المجمع كتب على أوراق كبيرة يعني أكبر مما نتصور نحن. كم مقاس الورق التي كتب عليها من كتب مصحف المجمع؟ طبعا الأوراق التي كتب عليها الشيخ عثمان طه خطاط المصحف هي ارتفاعها متر وعرضها 70. سبحان الله. نعم لوحات كبيرة. صحيح نعم. وأيضا القلم المستخدم في الكتابة 2.5 إلى 3 ملي. نفس القلم هذا تقريبا. صحيح نعم. لكن يعني نستخدم الأوراق كبيرة أو الخط يكون كبير. صحيح نعم. ثم بعد في ذلك البداية. صحيح في بداية كتابة المصحف تكون الصفحات كبيرة، وبعد ذلك أثناء الطباعة يستطيعون التحكم في أحجام المصاحف التي يريدون إنتاجها، إما مصحف للجامع أو إما للاستخدام العادي أو مصحف للجيب. هذا إذا أراد يطبع، نحن نريد الآن يحفظ ويكتب كتابة صحيحة ويتدرب على الكتابة.